توفي منذ قليل المخرج السعودي عبد الخالق الغانم، حيث نعاه عدد من الإعلاميين والفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الفنان عبد الله السدحان: إن لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له، وعسى ما أصابه طهورا ورفعة له في درجاته، وعزا أنا لأسرته الكريمة. وكان المخرج عامر الحمود قد ناشد بمساعدة المخرج الراحل عبد الخالق الغانم إثر معاناته من مرض سرطان البروستات. وتفاعل رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مع تغريدة الحمود: الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إن لله وإنا إليه راجعون.